ومفيش اجمل من كده ومفيش اروع من كده للنادي الاهلي ان شاء الله، وده يزيد ان شاء الله من الحوافز ويزيد من اصرار النادي الاهلي ان شاء الله يكون صحيح باذن الله افتتاح عالمي. ده رئيس نادي انتر ميامي كابتن خالد. كلام نعم. ادي 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 الصوره بقى الجميله، انا متاسف للمقاطعه، انا اسف جدا. ادي ردود فعل لعيبه النادي الاهلي بعد قرعه كاس العالم، بعتذر لكم انا اسف والله يا جماعه، لكن ما فيش اجمل من كده. ادي وسام وادي عمرو وادي كريم الدبيس وادي كل النجوم، طاهر وكل الناس، خلاص كله حمزه علاء كله موجود. و هل شايف يا كابتن خالد علامات ارتياح؟ احنا في الحدث، في الحدث، احنا في الحدث، احنا موجودين معاكم. ده أيوة. احنا نعم. لعيبه النادي الاهلي موجودين معاكم في الحدث، فده نعم. حاجه كويسه نعم. جدا. نعم. البث المباشر لقناه الاهلي من اللعيبه في جنوب افريقيا. ايوه احنا كنا متفقين بصراحه مع زميلنا كريم، برافو عليك يا كريم بصراحه، يعني احييك على الهواء مباشره جنوب افريقيا وبث مباشر وقناه الاهلي ومتابعه للقرعه. وهل هي علامات توتر يا محمد على اللعيبه ولا علامات ترقب؟ هناك فارق كبير ما بين التوتر والترقب. انا شايفها علامات سعاده. علامات سعاده طبعا، يعني هل. كريم الدبيس والسوليه ووسام ابو علي وسام ابو علي بيكتب تاريخ مع النادي الاهلي وبيتفرج على قرعه كاس عالم يعني وبيتفرج وبيشوف فرقه النادي الاهلي هتلعب مع مين. نعم. طاهر اكيد بقى كان طاهر بيتمنى يلعب مع باريس سان جيرمان. وي بار ريفرنس يعني طاهر عشان يترجم للعيبه متمكن في الفرنسي. نعم. لا انا شايف لحظات سعاده، لحظات تاريخيه. المشهد ده يا كابتن شوبير اي حد يتمناه عشان يعيشه، محتاج سنين كتيره عشان يشتغل عليه. صحيح. لكن انت خلاص كتبت التاريخ ودخلت التاريخ. نعم. والتاريخ كمان هيزيد اكتر بصفحاته لما تلعب افتتاح كاس عالم. ده مشهد يعني في ناس بتدفع فلوس عشان تلعب في منافسات زي دي. صحيح. او تلعب مع فرقه زي دي تجيبها تلعب معاها. نعم. ما بالك انت رايح واخد مكافئات تلعب ماتشات وديه يعني ده لو عملت ماتشات دي بقى وصل 6 مليون دولار يعني عشان تروح تلعب مثلا في ميامي وتجيب انتر ميامي بميسي هتدفع له مش اقل من 10 مليون دولار. مين اللي هيمسك ميسي على فكره يا خالد؟ انا رجع له احمد السيد وسام ابو علي. خلينا نروح لفاصل ونرجع لكم من جديد اعزائي المشاهدين.